بالنسبة لبيكهام، اه ما احنا نقدر نقول بقى انه قد تمت الموافقة لنادي الاتحاد على استمرار فوزي الحناوي موسم اخر، وإعارة بيكهام للاتحاد؟ وأعرض بيكهام للاتحاد. ده خبر. إعارة بيكهام ده بدأت أراها ضروري. بدأت تندع معاك أهي شوية. لا أنا أراها مهمة. ما هي أنت ماشي في سياسة إيه؟ أشوف ولادي ها بدل ما قاعدين يلعبوا ناشئين، لا يلعبوا دوري ممتاز. بالظبط. فأعتقد إن هي والاتحاد السكندري حبيبنا ورفيق الدرب. علاقة شعبية رفيق تاريخية. الدرب ودائما وأنا هنا عايز بس الأستاذ محمد مصلحي يعني يتبنى مع كابتن خطيب رجوع التقليد الذي كان يبدا الموسم بمباراه لازم بين الاهلي والاتحاد. وكانت بتبقى في اسكندريه عاده يعني. الموسم يبدا بمباراه وديه بين الاهلي والاتحاد، يا ريت يرجع هذا التقليد. بالعكس دلوقتي تتسوق وتبقى ضربه بدايه حلوة. شعبيه حلوه. حلوه وكانت عامله نوع من الخصوصيه في العلاقه يعني.